شيخ الإسلام ابن تيمية هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني المشهور بابن تيمية والملقب بشيخ الإسلام، فقيه ومحدث، مفسر ومجاهد، عالم مجتهد، بلغ صيته أرجاء المعمورة قبل انتشار وسائل التواصل وبعدها، لما له من قوة في قول الحق ولما له من حجة عند الاستدلال. نشأته وطلب العلم. ولد ابن تيمية عام 661 من الهجرة في مدينة حران، ثم هاجر إلى دمشق. نشأ ابن تيمية في بيئة علمية وأخذ الفقه الحنبلي وأصوله عن أبيه وجده، فبعد حفظه للقرآن الكريم بدأ في تعلم الحديث والفقه واللغة، وبرع في النحو والتفسير وأصول الفقه، وعمره لم يتجاوز 19 سنة. ابن تيمية والتتار. عندما جاء التتار بمجموعهم إلى الشام سنة 702 من الهجرة، أخذ البعض ينشر الفزع والهزيمة في قلوب العباد، إلا شيخ الإسلام ابن تيمية أخذ يدعو المسلمين إلى تحرير البلاد دفاعا عن دينه وأمته العربية والإسلامية. ويذكر له موقفه الشهير في تلك الحرب ورفضه الشديد لإيذاء أهل الكتاب، وهو ما أكده في قوله لغازان قائد التتار: بل أطلق سراح جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا، فإنا نفديهم ولا ندع أسيرا لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. مؤلفاته. ترك ابن تيمية مكتبة ذاخرة بالكتب لكل من أراد الوصول إلى الصحيح في فهم الكتاب والسنة، تجاوزت 300 مجلد، من أبرزها العقيدة التدمورية، منهاج السنة النبوية، شرح العقيدة الأصفهانية، الوساطة بين الحق والخلق، اقتضاء الصراط المستقيم، درء تعارض العقل والنقل، مجموع الفتاوى الكبرى، وغيرها الكثير. كان رحمه الله جريئا فيما يعتقد أنه الحق، ومن قوله أنه لا يصح الاستغاثة بأحد من الخلق ولا بمحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغاث بالله وحده. وكان أشد الناس تحذيرا من فتنة الخوارج وتكفير المسلمين، وكان دائما يؤكد قوله: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال عنه الذهبي: ما رأيت أشد استحضارا للمتون وعزوها منه، وكانت السنة بين عينيه وعلى طرف لسانه، فكان عابدا زاهدا مترفعا عن شهوات الدنيا من المأكل والملبس والجاه والسلطة. النهاردة فكر ابن تيمية له دول ترفعه، دول ترفعه، ولو رأيت حظ ابن تيمية من المسلمين لوجدته أكثر من حظ بعض الفقهاء الكبار لبذله وعطائه، وأعرض عن الدنيا بالكلية حتى لم يتزوج. ابن تيمية مما رأى من ظلم الحكام ومن ظلم الناس له أنه كان حد الأسلوب، لكن كان عالم لو شق له الغبار، يعني يحق أن يسمى في التاريخ شيخ الإسلام. هذا الرجل الموسوعي الفكر المدقق حقيقة، يعني يرى الإنسان أنه كان على رأس القرن الخامس، لأن الله عز وجل يرسل للأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. وفي ذلك تعريف بالقامة الإسلامية العالية، وإجابة عن سؤال السائل: من هو ابن تيمية؟